السباق نحو درع بطل الرابطة المحترفة لكرة القدم بين أندية المحترف أول اشتعل مجدداً. الرائد سقط أمام جماهيره بعدما نجح الحصان الأسود للبطولة نادي بارادو في قلب الطاولة، وحول تأخره بهدف إلى فوز بهدفين دون رد في المواجهة التي احتضنها ملعب بلوغين. Quand vous avez l'affiche USMAD Alger PAC, vous avez les classements. Est-ce que c'est motivant? Oui, moi ça me motive. Quand vous voyez le match aller, on a gagné 3-1, mais c'était difficile. On sait que c'est une équipe qu'il faut tenir. Après, vous avez l'historique des équipes. Moi, j'ai mis le classement sur les matchs retour. Ils ont plus 4 points. قلوب جماهير شبيبة القبائل كانت معلقة بملعب بلوغين، كما كانت عقول عشاق سوستارا معلقة بملعب أول نوفمبر الذي شهد فوز الكناري على ضيفه وفاق سطيف، فوز جعل الفارق يتقلص إلى 5 نقاط. Donc on en a parlé à l'habitant, voilà. J'aurais dit voilà la peur de mal faire va nous tuer. Et c'est comme dans la vie, si on n'affronte pas la peur, ça va être compliqué. خسارة اتحاد الجزائر وفوز الملاحق وترقب نادي بارادو للسباق عن قرب دق من خلالها المدرب فروجي ناقوس الخطر أمام مواطنه فرانك دوما الذي يرفض النظر إلى الوراء ومحو آثار الهزائم الذي لن يكون إلا بالانتصارات التي يترجمها مدرب الباك شالو إلى عروض كروية أبهرت وامتعت الذواقين لفنون كرة القدم.